بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن فعل مهم جدا في اللغة الفرنسية، وهو verb être. verb être بمعنى يكون، زي verb to be بالإنجليزي. أول verb بنتعلمه في أي لغة فعل الكينونة، ده لأهميته طبعا واستخداماته كتير. تصرفاته الأول نعرفها مع بعض. verb être مع الضمائر الشخصية يبقى جو سوي، جو سوي، توي، توي، إيلي، 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 أوني. وطبعا ضمير أون هتلاقوها في سلسلة الكورس الصيفي من ضمن الضمائر برضه اللي هي بمعنى نحن، لكن تصريفه زي إيل وإل. نو سوم، نو سوم، فو زيت، فو زيت، ils sont, ils sont, elles sont, elles sont. Verbe être تاني، je suis, tu y es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. طيب ايه هي استخداماته؟ اول حاجة verbe être هنستخدمه في التقديم، ممكن نستخدمه في تقديم نفسي او في تقديم شخص. مثلا سي ابراهيم، إنه إبراهيم. لما أكون بتكلم عن نفسي أقول موا سي إبراهيم، أقول كلمة موا في الأول، موا يعني أنا، موا سي إبراهيم. أنا ممكن أقول جو مابيل إبراهيم، ماشي. جو مابيل ده فيرب تاني بمعنى يسمى، فأقول أنا اسمي أو أنا أسمى إبراهيم. أنا بتكلم دلوقتي على فيرب إتر قدامي. فيرب إتر كفعل بمعنى يكون بستخدمه في التقديم، تقديم النفس، موا سي إبراهيم، أو في تقديم شخص، سي مونامي، إنه صديقي، سي مونامي فلان، او في تقديم الوظيفه بتاعتي، اتكلم عن المهنه سواء بتاعتي او بتاعت اي شخص. انا بتكلم بالضمائر الشخصيه، اقول جو سوي مثلا يبقى بتكلم عن نفسي، لو قلت تو يي يبقى بتكلم عنك انت كمخاطب، اي لي يبقى عن شخص تاني غائب، نو سوم فوزيت، وهكذا على حسب الضمير اللي هتستخدمه هتكون بتحدد انت بتتكلم عن مين. فانا هنا قلت بتكلم عن وصف، وصف بقى سواء كان وصف جسدي، وصف سلوكي، او المهنه بتاعتك كتعريف بالشخص دوت. فاقول جو سوي بروفيسور، قلت المهنه، المهنه بتاعتي، جو سوي بروفيسور. ايلي جولي، انه جميل، يبقى انا وصفت دلوقتي وصف اللي هو الكاركتير، سمات شخصيه، فده من ضمن الاستخدامات بتاعته. من ضمن استخداماته التانيه بيستخدم كفعل مساعد، فيرب اوكسيليير، او باسي كومبوزي، ولو حالة خاصة في الماضي المركب لما اكون بتكلم عن زمن الماضي. اولا بيجي مع افعال محددة، لما اكون بتدرس هتلاقي افعال محددة اللي بيجي معاها. طبعا مش هنخش في تفاصيل صعبة ان هي ايه تتوهك في استخدام الفعل ده، لكن خلينا في الدارج. الدارج عنه ان هو بيستخدم مع 14 فعل بالاضافة الى الافعال الضميرية. طب خلينا في ال 14 فعل عشان احفظهم، هتلاقيهم بالترتيب اللي قدامك كده كفعل بمعنى والعكس بتاعه. يعني مثلا عندك الي فينير، عكس بعض في المعنى، الي فينير، انتري سورتير، اريفي بارتير، مونتي ديسوندر، ريستي تومبي، نتر مورير، باسي روتورني. الفعل اللي هو السبعة، والسبعة عكسهم في المعنى، 14 فعل. طيب هل الأفعال دي هي اللي بتستخدم مع فيرب إتر كماضي في جملة الماضي يعني مثلا؟ طبعا لا. الأفعال اللي أنا نطقتها دلوقتي دي أفعال المصدر، ده مصدر الفعل، ومصدر الفعل مش بستخدمه في الجملة إلا بمساعدة فعل تاني أو بعد حرف جر أو يكون فعل ثاني للجملة. لكن اللي بستخدمهم في الماضي مع فيرب اتر هي اسم المفعول، حاجة اسمها بارتيسيب باسي. بارتيسيب باسي اللي هو اسم المفعول اللي هو بالشكل ده قدامي، من افعال المجموعة الاولى بيبقى اخره او اكسون تيجو، من افعال المجموعة التالتة على حسب الفعل بيكون اسم المفعول بتاعه. هنشوفهم دلوقتي زي ما هم مكتوبين. فيرب الي اسم المفعول منه، الي، ماشي، انتري، انتري، افعال المجموعه الاولى كلها اللي هي بتنتهي في المصدر بالاو ار، اسم المفعول منها اخره او اكسون تيبي، يعني بنحذف الار ونحط اكسون تيبي. طيب خلينا في الافعال اللي هي
استثنائية يعني أفعال مجموعة تالتة. عندي مثلا فيرب ناتر، ناتر ني، ناتر ني، venir venu، sortir sorti، partir parti، descendre descendu، mourir mort. طيب شكلهم بيبقى ايه في الجملة الماضية؟ بيكتبوا زي ما هما ولا بيحصل لهم تغيير؟ نركز قوي عشان خاطر الكلام ده مهم. انا عندي اسم المفعول اللي هو البارتيسيب باسي اللي انا نطقتهم دلوقتي مع فيرب اتر في الماضي بيتغيروا حسب الفاعل، بمعنى حسب نوع الفاعل. يعني لما يكون الفاعل عندي سانجولي ماسكولان مفرد مذكر، طبعا الضمير جو مش بيحدد النوع الا اذا كان الموقف قدامي، انا بتكلم عن نفسي فانا مذكر فهتكلم بصيغه المذكر، لو واحده اللي بتتكلم هتبقى مؤنث يعني هتتكلم بصيغه المؤنث. فلما هتكلم عن نفسي واقول جو سويزا لي اوكير، جو سويزا لي اوكير، انا رحت القاهرة، أنا ذهبت، ماضي ذهبت إلى القاهرة، فأكيد اسم المفعول هيبقى في صيغة الماضي اللي هو المذكر، أقصد هيبقى في صيغة أو في شكل المذكر ماسكولين. طيب لو واحدة اللي بتتكلم هتقول عن نفسها إيه؟ هتقول جو سوي ألي، برضه هتبقى جو سوي زالي أوكير، أنا رحت القاهرة. بس مادام هي أو مادامت هي واحدة اللي بتتكلم بنت أو امرأة، فأكيد هتقول انا ذهبت عن نفسها تبقى مؤنث، فاسم المفعول هيتحول للمؤنث، اسم المفعول هيتحول للمؤنث. طب ليه يتحول للمؤنث؟ زي ما قلت من شويه في اول الفيديو ان فيرب اتر فيرب للوصف، يستخدم للوصف، فاسم المفعول هنا هيستخدم كوصف، يعني هيتحول حسب الفاعل نوعه مذكر او مؤنث وحالته ايه اذا كان مفرد او جمع. يعني لو هو مفرد مذكر اسم المفعول هيبقى زيه مفرد مذكر كأنه صفة وبحولها عشان تتبع الموصوف. مفرد مؤنث هيتحول يبقى مفرد مؤنث، ولو جمع مذكر هيبقى جمع مذكر، ولو جمع مؤنث يبقى جمع مؤنث زي المثال اللي قدام برضه. فاحنا قلنا جي سويزا لي اوكير ده للفيمينا مؤنث. إيلي فينيو، طبعا الاو اس ديت ناقصه تي، إيلي اخرها هتبقى او اس تي، دي غلطة كتابية بس عشان ايه وجب التوضيح. يعني il est venu de Paris، il est venu de Paris، venu ما تغيرتش، احنا قريناها من شويه venu بنفس الشكل. طب لو مؤنث لو قال هنزود لها علامه التأنيث زي ما عملنا في المثال اللي بعدها واللي قبلها، il est parti à Nice، il est parti à Nice، تمام. nous sommes arrivés à la maison، nous sommes arrivés à la maison، انا كتبتها مرتين بس، واحده بلوريال ماسكولا والتانيه بلوريال فيمينا، برضو لان الضمير نو مش بيحدد النوع الا اذا كان الموقف حاضر قدامي. هما اللي بيتكلموا دول انا بتكلم عن نفسي واللي معايا. هل احنا بلوريال ماسكولا جمع مذكر ولا كل اللي بيتكلموا مؤنث عشان تبقى اسم المفعول مؤنث؟ فعلى حسب اللي بيتكلم حسب الفاعل يكون اسم المفعول. فنركز في الجزئية دي، على حسب الفاعل يكون اسم المفعول. جمع مذكر يبقى جمع مذكر أغيري، جمع مؤنث بلوريال فيمينا يبقى أغيري آخرها أو إس اللي هي علامة التأنيث وعلامة الجمع. إيل سون باسي باغ ليكول، هم عدوا على المدرسة، مروا بالمدرسة. il sont يعني جمع مذكر، il avec s يبقى passé هيضاف لها s اللي هي علامة الجمع بس. elles sont passées par l'école، نفس الجملة بس اتحولت لمؤنث، اشمعنى؟ عشان الفاعل أصبح مؤنث. فنركز أوي إن verb être كفعل في المضارع عموما بيتكلم عن الوصف، قلنا كان التقديم مثلا الوظيفة، هتكلم عن الوظيفة بتاعتي، هتكلم عن الساعة، التوقيت هستخدمه برضه في التصريف بتاع التوقيت. أما إذا استخدمناه في الماضي فبنستخدمه كفعل مساعد، كفعل مساعد لبعض الأفعال اللي هم 14 فعل قلناهم. الفعل نفسه كفيرب إتر بيتصرف مضارع، لكن اللي بيجي بعده من ال 14 فعل دول بيبقى بشكل مختلف، اسمه بارتيسيب باسي، اسم مفعول، وبيتحول نوعه
حسب الفاعل اللي في أول الجملة. إذا كان مذكر يخليه مذكر، إذا كان مؤنث بيخليه مؤنث، وإذا كان جمع بيبقى جمع. طب هل في كلمات بتدل على الزمن ده؟ طبعا في، أنا عندي بعض الكلمات اللي هي بتدل على زمن الماضي، زي كلمة إيار، إيار يعني أمس، أفونت إيار أول أمس، سوماتا هذا الصباح، بما إن الصباح عدى يبقى سوماتا، وكلمة باسي ودغنيير يعني الماضي، بجيب طبعا الفترة الزمنية، أقول الأسبوع الماضي أو الشهر الماضي أو العام الماضي، وأكتب باسي آخرها. يعني مثلا لو سامدي باسي، السبت اللي فات، لو سامدي دورني. وكلمة إليا لما يجي بعدها فترة زمنية بتبقى بمعنى منذ، فبتدل هي كمان على الماضي. شير ولايك للفيديو، وما تنساش سبسكرايب للقناة لو انت مش مشترك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.